سلمان خون وراح فريد الخصايل هو عز الأمه. إذن مشاهدين الكرام مستمعينا على فاضل تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا وقلوب الجميع، مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته في هذا اليوم المخصص لسن الحيل والزمول في الفترة المسائية. أشواطنا المفتوحة ينطلق على بركة الله، كما نكرر الشكر للجان المنظمة لهذا المهرجان على جهودهم لإنجاح هذا الكرنفال بأجمل صورة، وكما نشكر مخرجنا العزيز أبو أحمد أسامة الهواري من يتواصل بإبداعات. إذن حفلنا الكريم ومتابعون الكرام عبر الشاشات الناقلة والمستمعين عبر إذاعة FM، انطلق بحضراتكم مع انطلاق شوطنا السادس ويحمل في طياته الزمول التي تنطلق بحثا عن النوماس وبحثا عن الانتصار في هذا الرحلة الشيقة. 8 كيلو هي الحكاية مع هذا الأشواط وهذا الشعارات. أبدأ حفلنا الكريم مع مقدمة الشوط ومن يتقدم على البداية أتابع كساب أو انطلاقة صغان. يتقدم صالح بن فهيد بن صالح الفهيدة المرية ليعلن حضور صغان على البداية والمركز الأول، بينما ثانية الأسماء تابعة انطلاقة وتقدم شعار المنصورية يقدم شاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصورية يقدم لنا شاهين على مستوى ثانية الأسماء. ثالثا أتابع هجن الرياسة تتقدم وتحضر لتقدم لنا الطاير، يتقدم بالمتابعة الظاهر علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا انطلاقة وتقدم الطاير لتحضر هجن الرياسة على ثالث الأسماء. رابعا نتابع الانطلاق والتقدم مع رابع الأسماء، نتابع الشعارات القادمة. أتابع هذا الاسم والانطلاق من شاهين وعبيد بن لحوس بن ذيبان العامرية يتقدم ويقدم لنا شعارة، ولكن أتابع الهجوم والانطلاق من هجن الرياسة تحضر لنا بالواصل لتتقدم هذه المؤسسة الكبيرة وتحضر مع هجن الرياسة، ويتابعه الظافر علي بن جميل الوهيبي يتقدم ويقدم الواصل ليتابع هذا الاسم. أتابع خامس الأسماء الحضور من الغزال ليتقدم
تقدم المسافرية مقدما لنا الغزال عمر بن علي بن بخيت المسافية تقدم مع خامس الأسماء سادسا وسابع كفوة لتحضر هجن الرياسة مع كفوة علي بن جميل الوهيبي والاسم القادم وتابع انطلاقة زعفران وشعار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يتابع جمعة بن عتيق الرميثية والاسم القادم وتابع انطلاقة صغان ولكن أعود بحضراتكم إلى مجريات الشوط النداء الأول أتممته على مسامعكم الكريم إذن مشاهدين الكرام أعود مع الرياسة وهجنها تحضر لنا بالواصل تتقدم بالواصل هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي يحضر ويقدم شعاره متابعا لهذا الاسم بينما وتابع الواصل والتحركات شعار الفهيدة يتقدم صالح بن فهيدة الفهيدة المرية يحضر لنا بصغان ويتقدم بشعار بينما وتابع المنصور يتقدم مع ثالث الأسماء يقدم لنا شاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يتابع في عملية التضمير أحمود بن محمد بن سالم الوهيبية رابعا يتابع الانطلاق والحضور من شاهين وعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري مع رابع الأسماء خامسا نتابع الانطلاق التقدم من زعفران والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يتقدم ويتابع في عملية التضمير جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثية ولكن الأسماء أتابع اللي وصل وحضر مع هذا الانطلاق الاسم القادم أتابع انطلاقة وتقدم هذا الشعار يتقدم الذيب وانطلاقة عوض بن مبارك بالكيلة العامري يحضر ويقدم لنا الذيب مع هذا الانطلاق وهذا التقدم ولكن أعود إلى شعار بوزايد يحضر لنا بشاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصورية يتقدم ويقدم لنا شاهين على البداية والمركز الأول ولكن هجن الرياسة تتقدم هذه المؤسسة العملاقة الكبيرة من اعتادت على الذهب وعلى الإنجازات ليتقدم بالمتابعة بالجمايل يتقدم متابعا للواصل مراقبا للواصل ولكن يا أخواني بالكيلة في رأس علوم هذا يا أخوان يتقدم من مركز إلى مركز يقدم لنا الذيب وعوض بن مبارك بالكيلة العامرية ينطلق مع الذيب وخلك ذيب لا يكلون كذيابة يا رأي الذيب انطلق عوض بن مبارك بالكيلة العامرية مقدما شعاره متسللا وخاطفا زمام الأمور
ينطلق مع الذيبة الملازمة من شعار الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، يقدم لنا الزعفران وجمعة بن عتيقة الرميثي متابعا للزعفران وتابع هجن الرياسة، تحضر مع ثالث الأسماء يقدمون الواصل وعلي بن جميل الوهيبي رابع الأسماء، وتابع شاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، ولكن بالكيلة بالكيلة بدا يتلاعب بمجريات الشوط، ينطلق مع الذيب التقدم مع الذيب، وعوض بن مبارك بالكيلة العامرية ينطلق، من بدا يغرد وحيدا في عالم النماس، ولكن أتابع الأسماء الشعارات 2 كيلو يا أهل الزمول، ما تفصل عن النماس وما تفصل عن الذهب وما تفصل عن اللقب في شوط الصخب، الله 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 بالكيلة يقدم لنا الذيب، يتقدم مع الذيب عوض بن مبارك بالكيلة العامري، ولكن المنصوري خطير، المنصوري يحضر بشاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، يتابع حمود بن سالم الوهيبي الرياسة مع الواصل، تحضر لنا مع الواصل يتابع أبو الجمايل، ولكن بالكيلة 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 بثقة الكبار بثقة العمالقة انطلق الذيب، انطلق وعصات مغروزة في البطان راقدة إلى هذا اللحظات، ذكر الله عليه وحواليه، انطلق بالكيلة مع الذيب، الذيب الأسماء الشعارات، وتابع هجن الرياسة المنعطف الأخير، اقتربنا يا راعي الذيب، ركز وحكم أعصابك ما بقى كثر اللي راح، انطلق الذيب هجن الرياسة قادمة مع الواصل، والجمايل التقدم متابعا لهذا الاسم الكيلو الأخير الكبير، روح يا بن كيلة كانك باغي الفوز، ولكن الرياسة تردد النماس، ما له إلا هذا الشعار الحمر، بدأ يقرأ طبول الحرب، ولكن عاد بالكيلة عاد الذيب، النماس وين بالكيلة مع الذيب، الذيب مع بالكيلة، انطلق عوض بن مبارك بالكيلة العامرية، روح يغادر إلى النماس إلى الفوز، الرياسة ثانيا ولكن الذيب العرض كبير، العرض يا سلوم يا بالكيلة، انطلق مع الذيب المنصة وصلناها، ولكن بالكيلة غادر وحيدا إلى النماس إلى الفوز، حي السبوق اللي تزف التباشير، شفقة على المضمار دايم خفيفة للذيب سلام، وبالكيلة يغادر النماس ويغادر إلى الانتصار، سلام للذيب ومتابع الذيب، شعار عوض بن مبارك بن كيلة العامري، تهانينا وألف مبروك، لحظة وصول خاطفا نوماس هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك لمالك الذيب عوض بن مبارك بالكيلة العامري على هذا الانتصار وعلى هذا الحضور الممتاز والعرض الكبير والرائع، تهانينا
لشعار بالكيلة خاطف النماس. هذا الشوط شعار عوض بن مبارك بالكيلة العامري، تهانينا له، نهني على هذا الفوز الكبير والمستحق. نعديك من خاطف نماس هذا الشوط، تهانينا للنماس، وكان توقيت الذيب لعوض بن مبارك بالكيلة العامري خاطف النماس. هذا الشوط نتابع وإياكم توقيت الذيب من خطف النماس وخطف الانتصار. نتابع التوقيت يا شعب، توقيت 13:30، 32 جزء من الثانية، تهانينا لعوض بن مبارك بالكيلة العامري. تقل الأسماء حضرت هجم الرياسة مع الطائر 13:33، 57 جزءا من الثانية، تحضر هجم الرياسة، وعلي بن جميل الغيبي ثالثا كان كفو لهجم الرياسة 13:35، 84 جزءا من الثانية، تهانينا والنماس لعوض بن مبارك بالكيلة العامري على فوز الذيب وانتزاع نماس هذا الشوط. تهانينا والنماس لجميع الفائزين، وحظا اوفر لمن لم يحالف الحظ.